السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دا قروح دا بدن أد بان دين السلام يا ملك استوى جوكتان حلو كستا إدين تاي وناكسن أنا صباح بيتها صباح وناكسن صباح الخير صباح النور صباح الوردي لما أنتي سوى دا دوادة ولا ليالا ومصيبة واي مركي إنك إتا مقربها أصابحنا هدي إنك إحدى إنه إنو كعمها نسوقي سنو والله وحنون ومصيبوين إيو حيال أن لو بارد. أوكي بليز تانل كتاكو عصب تاي سيسكراب دي هدد هرو إلو جوكت آد با أما هاد سنتا اللايك تا إيه شير تا إيه كومنتي وقروح لبادين وادي ريجالين تا إذا بليز ولا لها إيه إلاوي كارسي كليب كان ماشي لو تلقالي عينو دقاي سنو قبادن ولا شين إيه حيكون نوشا دالك جرمالك وحال الربا إن ودلو دالك جرمالك الحيسي يا دلاي وحاد دلاي كرد وحسابو الصومالي صاب تنا بل وين داون دونا يعني أنا جدال أيان وقدري دونا وحي أنا وقدري لها قبل أن الشرع العام بيكوت هاي كان بيكوجرتا عبيد السياسية سومالي بصار روفيانتي سومالي بصار شكتي بل هذا أيدنا إن كليب كذا لما وداعي كارو إن يوتيوب كسبتا آه إن وحلي هادو كسر لكن عضهان أيان دي لو داعي دونا سليدك هاي كرة سومالي لها
قابليني عند اللوي لا يصرف ليا يا المسكين كصابح لا يا ولا يا قراتي وانت قالي اسمها خبايو وانت قال اسمها خبايو يا وينك يا عرقيه تضمان حتى دولا واسد تحت دولا ما بكترة عطافك يا مصاري تيم كي لا سيدي ولا قد هيجي وحيجي ونبع لدادي واي وإني كيسينا وإني كيسينا الحمد لله قبر صوماليانا أيا ماتا موقع نوعة يا وارقفك انتي سحولة ما ايه انتي سفي عبالة ايه انتي سحولة ما ايه انتي سفي عبالة ايه خسيسة دوية ساقد انتي صوماليا تكسو قبتين لا إله إلا الله لا إله إلا الله قاتي يا باني قتاقي يا صوماليا مالكستاني قتاقي إدايا أماني سيا أماني سيا كوينة سمنع الحرن كوينة ايه هكا كبو حاجار كيغا ايه واسطة واحد كسكو سمانيا يا ايه نيكا سيكي نيكا لاغا سيخا كوينة سوا اكتا عليغا عليغا نيبا ادالي قبري قونا ما تجوغا ما تهو يا نحي عليغو ما هو يا نحي هو يا نحي انما هيدي عركين شاسانو سارقرايا سوماليا سارقرايا ما نحرا نيني حكا سنقود دلي دويتلان دويتلان بيكا دعيسا حالكا ليكا دعيسا يتس حالكا لا جوغو دويتلان بيكا دعيسا انتا عصو دبال عموسنا دانا ايغا كسعني وارجاحي وارجوب وارماهيتوب وارماهيتوب واربضحي يكبح واربضحي يكبح واريداي وارعورت بانحي واربلاب بانحي وارعبتي مجوغو وارعادري مجوغو الى المسيمي نقول الى يروق مال اسكو دلا ها يروق ولا اسكو دلا يروق مال اسكو خارجيه يس يروق ولا اسكو خارجيه ما هاك اللي في مركه قف ولاالك هي ان عدو ششيه وسرعت واقبر وحي ربته وي دخي جل كرتا هدي ادن سي وناغ او سو جيدي كرن هدي بالود ليده سي وناغنا او سو جيدي تراد ولا الهي كعبسو وحنا اديك كوما وناغسنا قبر باتاي هوياتاي هوي سوماليات باتاي وحن وحكو قرح بدن معن اسكداف رقم بينو لينا دين بينو لينا اسكداف وحس انا تراهد وحا لكن انا كردي تتشير مسوسيس اد هدنا تراهد ولاشا سوماليات سود الو نفتك سوقات اما الدولة دي جرمالك اكو تراهد قفك سوا سيداس او قفك حتى هدو شرعي هدا محن كفاية دي انا قف انا قان وكسو جيود هدا قبل نبض إيه كسوق قاد بيشبيل وحق سوق قاد قبل هذا النبض إيه وعن شرعية الوقعة تبتل عنو كله إن سومالي لعنو كله تبتل وكله كسوق قاد وقبل النبض إيه
marka maadaama gobolladaas ay nabad yihiin sharci laguma qaato, laakiin gobollada kale ee dhibaatada ku jirta ee koonfurta Soomaaliya sharci waa la isku dhiibaa. Qofka soo Jabuuti ka yimid wuxuu leeyahay waxaan ka imaaday Kismaayo, qofka soo Jabuuti ka yimid wuxuu ku leeyahay waxaan ka imid Shabeellada dhexe, qofka soo Jabuuti ka yimid wuxuu ku leeyahay waxaan ka imid Shabeellada hoose, qofka soo Jabuuti ka yimid wuxuu ku leeyahay Muqdisho aan ka imaaday, ama qofka soo Soomaaliland ka yimid sidoo kale, ama qofka soo Puntland ka yimid sidoo kale. Okay, wuuba isku dhiibay. Hadduu isku dhiibay maxaa kaa galay? Ma dalka dadka ka xigtaa? Ma Soomaaliya la kala xigaa? Soomaaliya waa la wada degan yahay, dadkoo wili abtigis. Xageed dadka ka xigtaa? Maana anigu maanta muwaadin Soomaali ahayn oo Jabuuti tegi karin oo Jabuuti uusan dalkayga ahayn maadaama dal Soomaaliyeed. Maana Soomaaliland tegi karin maadaama ay dhul Soomaaliyeed, dhulkii Soomaalida ay tahay, maadaama ay dhulkii Soomaaliland anigu oo dhulkii Soomaalida. Maana Puntland tegi karin oo dhulkii udugga Soomaalida ah, maana tegi karin, waa tegi karaa. Puntland baan ku dhashay, kamana soo jeedo. Aabahay wuxuu ku dhashay gobollada dhexe, anigu waxaan ku dhashay Puntland. Ani asagu isku meel kumaana dhalan. Aabahay waa tegey, askari buu ahaa, xaggu tegey, shaqo u tegey, hooyadii asaga iskuursaday, bartaas anagu ku dhalan. Qofka bini aadanka marka meeshuu rabo u dhashay iyo ku dhashaya Soomaaliya ka jirto, qofku marka meel buu u dhalan karaa. Anigu hadda meel baan u dhashay, gobol baan u dhashay, gobollada dhexe aan u dhashay. Okay, waxaana ku dhashay Garoowe. Garoowe waan ku dhashay. Garoowe marka waa ku dhashay ee uma dhalan. Okay, intaasoo sanaan kusoo noolaa, waa kusoo koray, ilmahaygan kusoo dhalay, hooyaday macaan baa joogta, caruurteedii baa joogta, walaalahay baa jooga, aabahay baa jooga. Maxaa diidaya in qofku meeshuu rabo ku noolaado? Wax diidaya ma jirto. Qofka Soomaaliga meel u xeeran oo u asteysan oo layiri meeshaasaad leedahay ma jirto. Okay, qofkii qurbuuba soo galay, duruuf baa keentay, dan baa keentay, haddiiba aabeed siyaasi yahay, haddiiba oo maxay ahayto duruuf kale keentay, haddiiba ay dhibaato kale kasoo carartay, haddiiba ay balaayo kale kasoo oroday. Okay, qofkii marka hadduu dhibaato uga yimi oo qofna dhulkiisi oo nabad ee anigu maanta Puntland oo nabad ee kama imaan laheen haddii aysan caqabado ama dhibaato aysan jirin, intana ma imaan laheen. Okay, ma isku dhiibay? Yes, waa isku dhiibay anu. Dhulkaygan isku dhiibay, reerkaygan isku dhiibay, alxamdulillah, ilaahay sharci uu igu siiyey. Okay, marka haddii aan sameeyo qof Puntland igala yimi anigoo koonfurta Soomaaliya kasoo jeedo, weliba gobollada dhexe kasoo jeedo, oo weliba xataa koonfurta hoose reerkaygu degaan, reerkaygu laba gobol bay degaan, koonfurta hoosena way degaan, gobollada dhexean way degaan. Okay, haddii qof gobolkayagii isku dhiibay itaan la soo ordo anoo qofkani gobolkaasi isku dhiibay kamuu imaanin, maxay ahayd waa bentis Puntland buu ka yimid, maxaan ka faa'iidaya qofkan walaalkay? Maxaan u hor istaagaya? Maxaa sharci ugu hor istaagaya? Maxaa wax gaalsiin la ugu hor istaagaya? War Soomaaliya iska daaya laqab saqiirnimadan aad samaynaysaan, dadkiina iyo dadkiinu way dayacayn, dumaradiinu way dayacayn, awlaadiinu way dayacanta, idinku waa dayacantiin rago, runtaa la isku sheego. Gabadhanna wuxuu Jarmalka jooga ha caawiyan oo caawin kara. Aad ayaan idin jeclay, waxaan idin leeyahay waan isalaamaya. Wallaahi calooshan ka haysan waayey, caloosha iga xanuunayso, waa gabar waa dumar, halaga gaaro. Aad baan idin salaamaya, waana idin jeclahay. Markastana aniga qofka dulman waa kasoo hadlaa. Ma jecli hooyo Soomaaliyeed oo dulman, ma jecli ilmo Soomaaliyeed oo dulman, ma jecli ilmo Islaam oo dulman, ma jecli qof Soomaaliyeed dulman, ma jecli qof diinta Islaamka la sheeganayo dulman. Diinta Islaamka ayadaa ku tiraa qofka walaalkaa marka la dulmayana u heeli, markuu asaga wax dulmayana u heeli, markuu asaga wax dulmayo u heeli oo gacanta ka qabo, marka asaga la dulmayana u heeli, waxa tiraa war qofkan waa laga khaldayay. Marka walaalayaalow, gabdhaha iska daaya, ilaahay ka baqa, qaaf rabbak. Aad baan idin jeclahay, waana idin salaamaya. Peace and love.